وإلى أخبار مجلس الوزراء، فقد وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023 لعرضها على الرئيس السيسي تمهيدا لإطلاقها مطلع العام المقبل. وخلال اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، أكد مدبولي أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان، موجها بزيادة أعداد السيدات المتدربات التي سيتم توفير فرص عمل لهن من خلال المشروعات الصغيرة. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، والتي تعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج. أضاف الدكتور مدبولي أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، لافتا إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية. معنا على الهاتف الدكتور أحمد سمير المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين. إذن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو ذات أولوية للاقتصاد المصري، بيعد من أهم أهداف المرحلة الثانية لأنه بيعالج نقاط الضعف التي كانت موجودة في المرحلة الأولى. تعليقك. طبعا خطوات الحكومة المصرية النهاردة في دعم الاقتصاد المصري ودعم المواطن المصري بشكل كبير جدا. بدأت خطوات الحكومة المصرية في إصلاح اقتصادي بقرارات اقتصادية كبيرة، منها تحديد سعر صرف الجنيه، منها تعديل بعض القوانين الاقتصادية، والعديد من القرارات الاقتصادية الأخرى التي كانت هامة جدا للاقتصاد المصري بشكل عام. الاقتصاد المصري النهاردة بيمر بمرحلة جيدة جدا من المعدلات الاقتصادية الهامة، منها معدلات نمو ما زالت مرتفعة، منها معدلات انخفاض لمعدلات البطالة، انخفاض واستقرار لمعدلات التضخم. كل دوت بينعكس على الدخول للمرحلة الثانية الخاصة بإحساس المواطن المصري بوضع الاقتصاد المصري. النهاردة في شكل كبير جدا لإصلاح هيكلي بيتم في المنظومة المصرية، وده بشكل كبير جدا هينعكس على المواطن بشكل كبير. هناك يعني من ضمن هذه الإصلاحات تتضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري فيما يخص طبعا قطاع الصناعة، أهمية التأكيد على توطين وتعميق هذا القطاع يا دكتور. طبعا برضو اتخاذ الدولة المصرية والحكومة المصرية لقرار التنوع في المصادر الاقتصادية. النهاردة الحكومة بتشتغل على كافة المحاور الزراعية والمحاور الصناعية في كافة القطاعات، محاور في قطاع البترول وقطاعات الغاز الطبيعي، قطاع الحماية الاجتماعية وزيادة بنسبة 150% في الحماية الاجتماعية. كل التنوع في النواحي الاقتصادية بشكل عام جدا بيجعلنا نوصل لمرحلة ان التنوع ده بيجعل الاقتصاد المصري اقتصاد لا يعتمد على مصدر واحد، صحيح، يعتمد على العديد من المصادر. اهتمام جامد جدا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويل لهذه المشروعات وتعديل لقوانينها وتسهيل على كافة المصنعين الذين يشتغلون في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها من أهم محاور نمو الاقتصاد المصري.
تنويع الهيكل الانتاجي للاقتصاد المصري هي نقطة هامة جدا. أيضا هناك محور يعني يتعلق بمرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، كل هذا بيأتي ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، وده طبعا بيعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني يا دكتور. بالطبع مصر تقدمت 6 مراكز في منظومة التعليم، في منظومة العمل الاجتماعي ومنظومة العمل وسوق العمل بشكل عام، ودي بتنعكس على محاور عدة. الدولة المصرية تتخذ قراراتها في التحول الرقمي، الدولة المصرية تتخذ قراراتها في تدريب العمالة ودخول التكنولوجيا في كافة الصناعات. النهاردة في اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني وتشجيع عليه. النهاردة كمان الدولة المصرية بتحاول تستفيد من خبرات الدول الأخرى، وبيحصل برامج تدريبية وتبادل على مستوى العمالة بشكل كبير جدا، عشان النهاردة في احتياج للعامل الماهر الذي يملك الثقافة والتكنولوجيا في تطوير صناعته. صحيح. أيضا يعني نقاط كثيرة جدا، يعني تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، توفير الحماية من البطالة، يعني محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية هو يعني في منتهى الأهمية في هذه النقطة، يهتم برأس المال البشري بالذات. طبعا احنا دولة عندنا قوة عظمى وهي القوة البشرية. العدد بتاعنا دوت قد يستغل 100 مليون مصري، قد يستغل في صالح دعم الدولة المصرية ودعم الاقتصاد. الاهتمام بجوانب خاصة وتمكين كافة الفئات ودخول اندماج كافة الفئات في المجتمع المصري، والاهتمام بهم، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم في المجتمع ودعمهم بشكل كبير جدا. الاهتمام بالمرأة وتمكينها، النهاردة بنشوف في التداخل وتمكين المرأة في كافة محاور الحياة، الحياة السياسية من مجلس نواب ومجلس شيوخ، الحياة العامة، دورها النهاردة في الوزارات، دورها ودعمها في المجتمع بشكل كبير جدا لما تمثله المرأة من وضع هام جدا للمجتمع في المرحلة الجاية. اندماج كافة الفئات، الاهتمام بالشباب، وهي دي النقطة الأهم كمان، لأن النهاردة عدد الشباب في مصر بيمثل رقم ضخم جدا، وعندهم رغبة كبيرة جدا في العمل، عندهم طاقات وأفكار من خارج الصندوق. كل ده النهاردة أصبحت الدولة المصرية تهتم بيه وتدمجه في سوق العمل المصري، وهو معطينا قوة على المرحلة القادمة. أيضا يعني البرنامج بيسعى إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إحنا قطعنا شوط كبير جدا في هذا المجال يا دكتور أحمد. بالطبع التحول الاقتصاد الرقمي والتحول واستخدام التكنولوجيا وتسهيل الخدمات للمواطنين بطريق استخدام الإنترنت وكل هذه الوسائل بتدعونا النهاردة إن إحنا نشوف دولة حديثة، دولة فيها كافة الإمكانيات. المواطن المصري النهاردة أصبح بيقضي العديد من الخدمات وهو في بيته من خلال الإنترنت. التواصل مع الحكومة أصبح أسهل، بوابة الحكومة الإلكترونية، برامج خاصة للتدريب العاملين في الحكومة وتدريب كافة الكوادر على استخدام التكنولوجيا. التحول الرقمي مرحلة هامة جدا في تطور النشاط المصري وتطور الاقتصاد المصري بشكل كبير في المرحلة القادمة. إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، أيضا وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، لم يغفل البرنامج أي نقطة من هؤلاء، لأنها نقاط متكاملة الحقيقة، لا يمكن يعني أن نتقدم في نقطة ونتجاهل الأخرى. خلينا نقول إن النهاردة الدولة المصرية واتخاذ قرار بإصلاح كافة المحاور، وفي نفس الوقت هو قرار صعب للغاية، ولكنه قرار له فوائد على مستقبل أولادنا ومستقبل الدولة المصرية. النهاردة الإصلاح بيتم في كافة المحاور، في موضوع التأمينات الاجتماعية، في منظومة الضرائب، في منظومة دعم المستثمرين، في منظومات الزراعة والإنتاج والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كافة القطاعات. وفي نفس الوقت تلاقي النهاردة مشروعات البنية التحتية في مصر بتشتغل في كل المحافظات في نفس الوقت. كل دوت بيدينا رسالة على خطة الدولة وإصرار الدولة المصرية على دعم الاقتصاد المصري ودعم المواطن المصري في الوضع الاقتصادي. طبعا بعد كل هذا الذي ذكرناه هيكون هناك لجنة عليا لمتابعة تنفيذ كل هذه الإصلاحات الهيكلية، أيضا مهمة للتقييم لهذه الإصلاحات. بالطبع اللجنة العليا والمتابعة والرقابة على التنفيذ ووضع جدول زمني وخطط زمنية للتنفيذ، والتنفيذ بمنتهى الدقة ومنتهى الحرفية ومنتهى الجودة، وهو الطلب الذي دائما ما نلاحظه في طلبات السيد الرئيس من الحكومه والوزارات، التنفيذ الدقيق والجوده ومستوى الخدمه. وهو ما نلمسه بوجود اللجنه للتاكد من التنفيذ في كافه المحاور الموجوده في خطه الاصلاح. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، الدكتور احمد سمير المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه.